الليجاسي يعني دي ناس مراقب شركات في فرق بين المراقب واللي جوه يعني المراقب يعني اي انا ما عنديش حساسيه بالنسبه لل يعني بالذات يعني اذا كنت مصري امريكي فانا يعني انتمي لتو ايدنتيتيز. فاللي انا عاوز اقوله ان دي هتبقى زي ما حتى زي ما سوفيا خلاص يعني اعملوا اد هوك تتلقى الترشيحات وبعدين يكون في كرايتيريا قبل ما نتلقى الترشيحات. يعني مثلا من هو اثبت في الماضي يعني واحد زي مثلا الله يرحمه محمود شريف الصهيوني قطعا كان هيبقى موجود في هذا البتاع راجل استاذ انترناشونال لو ورجل يعني من وليس له طموح يعني في السن ده وهكذا البرادعي ممكن يعني ما يهمش يعني انت عاوز ناس فعلا يكونوا لامعين عالميا وقادرين على الفهم الانتخابي يفهموا ما معنى الانتخابات. والله نفس الكلام يا هو كوميتي would be established from the collective organization, you know, the leadership level or, you know, reaching out to the people who have experience, expertise and able to do the organization and stuff. يعني الخبرة أهم. الخبرة أهم حاجة. طبعا في الخارج موجود قضاة مصريين كتير. أعتقد إن إحنا to reach out للقضاة وبعدين نبقى في ترشيح من الفصائل المختلفة او من الدول او المدن المختلفه. اسطنبول ناس من البلاد العربيه في نشطاء مصوريين في البلاد العربيه وناشطين الى الان وبيقولوا ارائهم. مش شرط ان هم بيطلعوا في الشارع يقولوا رايهم, لا, لكن بيقولوا رايهم للمصريين عن طريق وسائل الاتصال الاجتماعي. فبرضو الناس دي ممكن الوصول ليهم بحيث ان كله يرشح ناس يبقى عندنا لجنه. القضاء المصري سمعته سيئه. لا ما تفرقش, بيتوقف اللي جوه مش اللي بره. انا بتكلم على الخارج اللي جوه دول.